اللواء البطل صلاح خيبر. سيادة اللواء البطل محمد زكي عكاشة. سيادة اللواء البطل ياسمين سند. سيادة اللواء البطل محمد وفاء عبد الحميد. سيادة اللواء البطل وئام سالم. سيادة الرائد البطل محمد عبد المسلم. سيادة الرائد البطل حسني سلام. سيادة الرائد البطل سمير نور. سيادة الفدائي البطل أحمد وطيف. شكرا. المجد للأبطال والاعتذار لحضراتكم على أن الوقت لم يساعدنا للتقديم ولو لمحة صغيرة عن كل بطل من هؤلاء الأبطال العظام. نعود إلى حفل افتتاح هذا التجمع المقاوم ونبدأ بكلمة لأحد النشطاء السياسيين المصريين والعرب والرمز البارز في ميدان التحرير منذ أول يوم لثورة يناير وحتى الآن، الدكتور صلاح الدين الدسوقي رئيس اللجنة التحضيرية للتجمع.
والتي قدمت مئات الشهداء في الأمس القريب من الثوار الأبطال الذين خرجوا على النظام الفاسد والعميل في 25 يناير 2011. القاهرة أيها الأخوة، قاهرة المعز، قاهرة صلاح الدين، قاهرة جمال عبد الناصر، تعود مرة أخرى على طريق دورها في قلب أمتها العربية والإسلامية لتحمل مشعل الثورة، لتحتضن الفاعل المقاوم، لتمد جسور الحب والتكاتف مع عالمها الإسلامي.